طيب أنا عايز أسأل حضرتك، يعني الإنجاز اللي اتحقق هل كنتوا متوقعين ولا كنتوا متوقعين أفضل، ولا كانت الظروف معاكسة فكنتوا حاطين إن ده المينيمم بالنسبة للإنجازات اللي ممكن تتحقق؟ يعني قولوا أنت كان تصوركم إيه والواقع كان إيه؟ تمام. حضرتك هنا في المكان ده في نفس القناة الجميلة دي كان في حوار قبل الأولمبياد، واتسألت نفس السؤال بقى، أنت متوقع تعمل إيه؟ فالحقيقة أنا اتسألت سؤالين، متوقع تعمل إيه وهل في حاجة ناقصاك في الدعم المادي من الدولة أو كده. فأنا جاوبت إن الدولة مش متأخرة علينا خالص، وده كان قبل اللعب. يعني حتى بعض الناس قالوا إيه ده، يعني طب بشويش عشان لو ما عملتوش مش عارف إيه. لا بس دي حقيقة، يعني الحقيقة وزارة الشباب والرياضة ما تأخرتش علينا خالص في أي فلوس طلبناها في أي معسكرات، حتى الخبير الأجنبي اللي احنا طلبناه بمرتب طبعا مش قليل، إنه يعني هو وان اوف ذا بيست في العالم وجبناه هنا مصر. الوزارة تحملت مرتبه بالكامل، الوزارة كان فيها طاقم إداري بيساعد الدكتور أشرف صبحي، كان بيتابعنا وفاهمين يعني إيه إعداد بطل أولمبي. الحقيقة كان دعم قوي جدا، اللجنة الأولمبية دعمة باستمرار للتايكوندو، مهتمية بالتايكوندو، الرعاة كانوا معانا، البنك الأهلي، الحقيقة مجموعة عمل كانت شغالة قوية جدا بتشتغل معانا. فده كان دايما ردي. الرد التاني إن أنا بقول إن إحنا الأربعة اللي هنلعب بيهم في الأولمبيك جيمز، الأربعة إحنا بنعدهم إن أي واحد منهم يقدر يجيب ميدالية، وكان عندنا إيمان شديد جدا إن كل واحد فيهم يقدر يجيب ميدالية، ودي حقيقة. هفكر حضرتك في بداية الدورة الأولمبية طبعا، وإحنا عذرين الناس، كان في حالة استياء شوية إن ما حققناش في الأيام الأولى. ده كان في يأس. وكان في يأس. أنا كنت بغطي أيامها طوكيو، يعني يوم ما هدايا جابت الميدالية كان هي وسيف عيسى في نفس اليوم. حقيقي. كان عندي هوا على طول بعديها، كنت داخلة يعني مش قادرة أقول لك الابتسامة من هنا لهنا، كنت مش مصدقة. اللي هو بدأت أهو. الحمد لله. فحضرتك أنا ليه بفتكر الأيام دي؟ لأن في الوقت ده كان في، مش عايز أقول هجوم، بس كان في نقد شديد على اللعيبة. في اتنين خسروا بس ما كانش عليهم نقد، بالعكس كانت الناس بتقول عليهم عملوا اللي عليهم وكانوا كويسين جدا، اللي هم نور حسين وعبد الرحمن وائل، اللي هم الاثنين التانيين اللي في التايكوندو اللي ما حققوش. عبد الرحمن مركزه الثامن، ونور طلعت بطله عالم، وبعد كده يعني الاثنين دول مع سيف وهدايه اللي حققوا. فالاربعه الحقيقه فعلا كانوا احنا بنعدهم ان الاربعه اي حد منهم ممكن يحقق. فاحنا كان عندنا يقين ان التعب بتاعنا واخلاصنا والنية الحمد لله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، عندنا يقين ان احنا هنعمل حاجة. بس بصراحة ميداليتين ده يعني الحمد لله، ده كرم ربنا، نصيب الأسد ده. الحمد لله. فطبعا وخاصة يعني سيف الحقيقة نموذج للإصرار، يعني بطل رياضي يحدد من فترة ان هو عايز يبقى بطل أولمبياد ويشتغل عليها، وأسرته تساعده والرعاة يساعدوه والاتحاد طبعا الأساس، ويركز ويجيب ميدالية. ده مثال، احنا مش عايزين اكتر من كده من الشباب التانيين اللي في الرياضة يعني. حقيقي. هداية ده موضوع تاني خالص بقى. هداية ان هي تكون محققة فريو والدورة اللي بعديها تحقق، طبعا معروف ان اي رياضي البيك بتاعه ان هو يجيب ميدالية في الأولمبياد. في الأولمبياد بالظبط. وانس عمل كده فكرة خلاص. ان هو يحافظ عليها دي الأصعب. بالظبط. لا هو خلاص يعني هي وصلت لأعلى حاجة، هي المفروض بقى ترتاح بقية حياتها. ده الطبيعي، أغلب الأبطال الأولمبياد بيعملوا كده. هداية لا، كملت وحققت. هداية غيرت وزنها اللي كانت بتلعب بيه في ريو، فابتدت من الصفر في الرانكينج. إنها توصل تخش وتوصل لغايه لما توصل للدور تبقى هي رقم 16 من كانت باديه. غيرت وزن اعلى ولا وزن اعلى. جسمها غصب عنها طبعا. زاد. فبدت الاستعداد للاولمبياد طوكيو بالصفر. حتى المنافسين بالنسبه لها كلهم مختلفين طبعًا يعني. طبعا واطول واقوى. ان هي تتجوز، هي اتجوزت لما الاولمبياد اتاجلت، كان في التزام فاتجوزت. ناس كثيره قالت انتوا محافظين عليها ازاي وهي اتجوزت والبيت واكيد والبنت المصريه واحنا كان كلنا ايمان ان لا، هداية بشخصيتها وبالجهاز اللي محيط اللي بيشتغل معاها والجهاز النفسي كمان اللي احنا كنا موفرين اطباء نفسيين للعيبه، كان كلنا ثقه انها تحقق. هداية اصيبت قبل الاولمبياد كذا مره، ومنها كورونا قعدت 50 يوم ما بتتمرنش في فتره حرجه. كل ده ان هم يحققوا طبعا دي عقبات كلها طول الطريق انت بتواجهها. ده فضل من ربنا اولا واخيرا، ثانيا في منظومه بتشتغل، ومنظومه بتشتغل بفكر علمي، ومجموعة كبيرة بتشتغل
واخلصت من مجلس الاداره ومن الاجهزه الفنيه والاجهزه الطبيه والرعاه لا الحقيقه يعني والوزاره واللجنه الاولمبيه كان الحمد لله الظروف كلها كانت واطيه. فاحنا كنا متوقعين ردا على سؤال حضرتك احنا كنا متوقعين بس ان احنا نجيب ميداليتين ده يعني ده فضل من ربنا كبير يعني. طيب.